المعلم الكبير دايخ على خليل. تفضل. اجا لوحده لعنا. كيف بتعملي هيك شي زينب؟ كيف بتروحي على الشرطة بدون ما تخبريني؟ مشان قلن اني بعرف. ليش؟ شو بتعرفي؟ شوفي معلم، لقينا خليل. وين؟ البنت راحت على المشفى لحتى تتبرع بكليتها. يلعنن أغبياء! خليل هلأ جنب المستشفى وتخانق مع مصطفى. طيب والعمل؟ انطور أنا بخبركم. كتير معصب. ليش شوفي؟ متضايق من هذا اللي اسمه عمر، وأنا كمان. تشرب قهوة؟ عدي هلأ، هلأ وقت القهوة؟ عدي هلأ بنشربها. بعدين شو حكيتي للمفتش؟ شو خبرتي؟ خبرته عن رسالة بابا. كيف؟ وبقيت عنده. ليش؟ لو بدي الشرطة تدرى فيه معقول جيب لك إياه بالسر؟ قولي ليش هيك عم تعملي؟ ليش؟ شو عم تحاولي تفهمي؟ انت ليش كل هالقد عصبت؟ ليكون في شي مخوفك. اسمعيني زينب، زينب زينب زينب، عم فكر فينا كلنا. ما بدي حدا ينهان فينا، حتى أبوك عم بحميه، حتى انت ما تتأذي أبدا. هلأ رح يتجمعوا مثل الوحوش ورح يفتشوا كل شقة بالشركة ورح يعطلولنا كل شغلنا بشكوكن. لهلأ ما عم بفهم ليش كل هالقد مقهور. خليل كمان رح يتأذى كتير وما عم تفهموا. لهلأ ما فهمنا شو طبيعة الشغل بينه وبين أبوك بالمرة. وخليل مخبي أسراره علينا بصندوقه. أكيد في شي مخبي علينا، وممكن شغلات بتخص الشركة وضدنا نحنا. أنت عم بتخبص، خليل شو له علاقة؟ زينب أنا بعرف قديش أنت بتحبي خليل. هلأ مع ميرنا بهاللحظة، لحقها على المستشفى. على المستشفى؟ راحت مشان أخوها، مفكرة هيك رح يغفروا لها عملتها. ما بظن أبدا. بيبقالك خليل، مو هذا هو الحلم الوردي اللي عم تصلي لحتى يزبط؟ لشو حتى تعرضيه للخطر؟ هلأ بتطلع لبرا، هلأ. ليش؟ حكي مو معقول؟ انت لازم تعرفي انه مصلحتنا وحده يا زينب. انا مو مفكره بهالموضوع عمو مدحت. بترجاك حابه ابقى لوحدي.